السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حكومة جديدة بثوب قديم. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل أن نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، نود التنويه إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستنتقل للعمل ببث نظام الـ HD بدلا من الـ SD، وذلك بتاريخ الأول من شهر شباط 1/2/2022، وسينتهي العمل بنظام الـ SD في تاريخ 28 من شهر شباط فبراير من نفس العام 28/2/2022، ولذلك اقتضى التنويه لحضرتكم مشاهدينا الكرام. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يا قوم إني لكم مصلح أمين، وأن اعبدوا الله واتقوه لعلكم تفلحون، وإني أدعوكم. هاي خطبة مو دعاء. عاشت دولة تشرين العظيمة. نعم لحشدنا المقدس والبيشمركة، طبعا بيشمركة جزء من الجيش القوات الأمنية. هذا علاء الركاب اللي جبت تكتب، وحصل اعتداء وشد مما ادى الى اصابتي بغيبوبه، فما عندي وسيله في رفع الجلسه الا في عمل حركه، وهو ان يكون هناك نوع من الاضطراب في المجلس، ولا يستطيع رئيس البرلمان ان يسيطر على هذا الاضطراب فيرفع الجلسه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. افرزت الانتخابات الاخيره والتي قطعها اكثر من 85% من الشعب العراقي، افرزت نفس الوجوه مع تغير في ميزان السيطره على المناصب، حيث بقي من يسمون بسنة العملية السياسية كما هم بتحالفاتهم التي لم تقدم لأبناء مناطقهم أي شيء منذ قرابة العقدين من الزمن بحسب أبناء المحافظات المنكوبة أنفسهم. بالنسبة لبقية الأحزاب المنضوية ضمن ما يسمى بالبيت الشيعي، والتي لا تمثل أهالي المحافظات الجنوبية بحسب أبناء هذه المحافظات، والذين أوصلوا هذه الرسائل في مرات كثيرة من خلال مظاهراتهم، فإن هذه الأحزاب تغيرت سيطرتهم على السلطة، فتحولت من دولة القانون إلى التيار الصدري، وفي النهاية لم يتغير شيء على أرض الواقع، فالنهج واحد وإن اختلفت الوجوه والتيارات. حكومة لن يتغير شكل الرئاسات الثلاث فيها كثيرا، حيث تم اختيار محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان من قبل الأحزاب، وهناك إشارات متكررة إلى أن مصطفى الكاظمي قد يكمل لولاية ثانية. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية فالمنصب محسوم للأكراد بغض النظر عن الشخصية، وفي النهاية تحققت المحاصصة الطائفية مرة أخرى في حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن النزاهة والاستقلال وعن خدمة العراق وشعبه. لكل حزب وفرد في هذه الحكومة تاريخ مظلم بمفاسد وانتهاكات فاحت رائحتها منذ سنين ولا تزال. أما بالنسبة للمدعين الجدد الوافدين إلى البرلمان ممن يحسبون أنفسهم على ثورة تشرين، فهؤلاء هم وجه جديد من أوجه المتسلقين راكبي الأمواج، والذين احتضنتهم الأحزاب وأوصلتهم إلى البرلمان بحجة أنهم يمثلون ثوار تشرين المضحين،
وذلك لكي تسكت هذه الثورة عن طريق إيصال رسالة أن الثورة حققت نجاحا بوصول ممثليها إلى قبة البرلمان لإيصال صوت المتظاهرين. وهذه هي الخدعة الكبرى بحسب مراقبين، والذين يحذرون العراقيين من تصديق هذه الأكاذيب التي ساقها هؤلاء، والتي فضحت منذ أول لحظة عندما قدم هؤلاء المرشحون إلى البرلمان بعجلة التوك توك، وخرجوا منه راكبين سيارة تويوتا جي اكس ار أو ما يعرف محليا بالجكسارة باهظة الثمن مع الحرس والخدم. فأي ثورة يمثلها هؤلاء المتسلقون؟ هذا السؤال من ضمن أسئلة سنطرحها في هذه الحلقة. ربما شاهدتم في البداية المقطع الذي ظهر فيه من يدعي تمثيله لثورة تشرين المدعو علاء الركابي، وهو يركب سيارة الجكسارة. وسنعرض لحضراتكم الآن بعد قليل المقطع وهو قدم إلى البرلمان في التوك توك، لكن دعونا نشاهد هذه اللقطات للصراع داخل قبة البرلمان الذي احتدم والذي أدى إلى خروج محمود المشهداني رئيس السن بسبب الإغماء. خلينا نشوف. مشاهدينا الكرام، لنشاهد هذه اللقطات للمدعين الذين ادعوا تمثيلهم ثورة تشرين، والتي كانت من شروطها أن ينحل هذا البرلمان وتسقط الحكومة وتزال هذه الأحزاب، ثم بعد ذلك يتم إجراء انتخابات نزيهة مستقلة بإشراف أممي دولي. لكن هذه الشروط لم تتحقق، فكيف وصل هؤلاء الذين يقولون إنهم يمثلون ثورة تشرين إلى البرلمان؟ من الذي اختارهم لكي يمثلوا ثورة تشرين؟ لنشاهد هذه اللقطات. علاء الركابي في أول توك توك يقول لا لهنا ماكو تصوير، ممنوع التصوير. وتكشف الحقيقة فيما بعد بخروجه وركوبه البرلمان، مثل شخصية جاءت إلى الانتخابات بسيارة موديل السبعينات أو الثمانينات وخرج بعد ذلك بالجكسارة، نفس المواصفات تنطبق على من يدخلون إلى هذه الحكومة. يتغير ثوبهم الذي مثلوا به على المجتمع، ويخرجون بالثوب الذي أرادوا أن يرتدوه منذ فترة طويلة. هذا ملخص عن الحكومة الحالية. شكل هذه الحكومة لم يتغير، اختلفت الأسماء لكن نفس النهج مستمر. ترى هل تغير هذه الحكومة من طبيعة النظام في العراق؟ هل تغير من طريقة الحكم التي اتبعت طيلة هذه السنوات؟ هل ستقوم على تحقيق العدالة والأمن واستقرار العراقيين الاقتصادي؟ نظرا للتجارب التي خاضها العراقيون مع هذه الشخصيات، ترى هذه الشخصيات التي لديها تاريخ حافل بالفساد والانتهاكات وسرقة المال العام وشبهات كثيرة طالتهم ولا تزال، هل هؤلاء الذين لم يحققوا شيئا في السابق سيحققون في الوقت الحالي أو في المستقبل؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا كما قلنا لحضراتكم بإمكانكم أن تشاركوا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة للإجابة عليها. نأخذ أول اتصال معنا. أبو علي من لندن، تفضل. يا الله، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الكلام كثير، يعني بالنسبة للبرلمان نفس الوجوه العفنة، حش السامع، نفس الوجوه القذرة. بس أنا أقول لك شوية صارت مسرحيات، مسرحية علاء الركابي دخل
دخل بالتيك توك وطلع بجكسارة إذا تتذكرون. أنا قلت على علاء الركابي بعدين راح يطلع بجكسارات يعني تويوتا لاند كروز 2022 بسنتها. زين وهذا المعقل يعني مع احترامي للعقل الشرفاء هذا المعقل داخل بدجداشة مشققة من دولة القانون دولة اللا قانون دولة الإرهاب هذا ويا وطبعا هذا ياخذ 9 رواتب دولة اللا قانون هذا ويا الإرهاب الداعشي نور المالكي راتب رفحة وراتب دمج وراتب حزب دعوة وراتب الشهداء ورواتب السحت والحرام. زين وانا ارد اسال يعني يعني كل برلمان العالم تعالوا عم نشوف البرلمان بالاردن ولا شوف البرلمان بالمغرب والجزائر وتونس كل واحد عنده سيارته الخاصه واذا ما عنده سياره يجي بتاكسي. يعني ابو علي خلينا لا نضرب الامثله بالانظمه العربيه خلينا نتكلم على الانظمه الاوروبيه اللي يروح بها المسؤول اللي يذهب بها المسؤول بالدراجه الهوائيه الى البرلمان. اخي جاي نتكلم على الاردن هاي الاردن بصفك جيرانك احنا ليش نتكلم على الانظمه الاوروبيه ساكلك احنا وين واوروبا لا اخي هاي الانظمه العربيه ها هاي تونس عمي تونس برلمان التونسي برلمان الجزائري هل عندهم جكسارات وسيارات ضد الرصاص ها ما اعرف لو هو هذا زين بعدين نفس الوجوه ها الحلبوسي صار رئيس البرلمان هو الساعة اكو طبخه الكاظم راح يرجع نفسها وراح يرجعون هذا الحرامي هو شار زيباري اللي كان وزير الماليه اللي سرق مليارات الدولارات راح على اساس اكو شيء راح يحطوه رئيس الجمهوريه نفس الوجوه العفنه. طيب ابو علي هي نفس الوجوه لكن يسال شخص يقول مقتدى الصدر جاء بمشروع الإصلاح ويقول بأنه نحن الآن دولة ذات أغلبية وطنية سنسير وفق خطط واحترام القانون والقانون سيطبق على الجميع. إذا كان القانون سيطبق على الجميع كيف يبدأها مقتدى الصدر؟ أولا بانتشار سرايا السلام هذه الميليشيات في بغداد قبل ويوم اختيار رئيس البرلمان وقدوم نوابه يرتدون زي عسكري ويرتدون الأكفان مكتوب عليها جيش المهدي الميليشيا المعروفة بتاريخها الدموي ويقول بأنه يريد احترام القانون. أي قانون يحترم وهو قبل ليلة من اختيار رئيس البرلمان ينشر ميليشياته في بغداد؟ إذا مقتدى الصدر وتيار الصدري يريدون يحترمون القانون أول ما ينعدم مقتدى أول ما يتحاكم وينعدم وتعلق على المشانق مقتدى لأنه التيار الصدري وجيش المهدي كل هاي الميليشيات طلعت من جيش المهدي وبرقبة مقتدى الصدر الآلاف المؤلفة من أهلنا السنة هذا قتلهم مقتدى الصدر. زين وبعدين مقتدى الصدر وتيار الصدري ما كان عندهم 40 بس والله شايش كبرى جتي 40 برلمان 40 واحد بالبرلمان 54 وست وزارات احسنت ووزارات 6 ما ادري 5 ما ادري 7 زين سووا ذولا شنو قدموا ها كلهم اخي مجرمين قتله وان شاء الله اذا اجت حكومه عراقيه شريفه وطنيه راح نلغي هذا العهر والدعاره يعني راح نلغي المراقص والملاهي ما يسمى البرلمان راح نلغيه. وصلت يا ابو علي وصلت انا اشكر حضرتك ابو علي من لندن شكرا جزيلا لك وصلت الفكره ويانا ابو محمد من السماوه تفضل يا ابو محمد حياك الله. الله بحيك استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البطله حياك الله. استاذ محمد بالنسبه للاحداث الاخيره ما ينفذ الامور اللي تحدث فيها البرلمان العراقي في الاونه الاخيره ومستجدات الاحداث طبعا هو تبين انه هذا الشيء من زمان انه هناك تيارين برزوا الى حلبة المصارعة هو تيار مقتدى وتيار المالكي واتباعه الاخر في اللجنة العسكرية الولائية لايران مقتدى دائما سمع يهتف حتى جماعتنا اللي بسوا الاكفان دخلوا البرلمان يهتفون كلا امريكا وبعدهم نفس السالفه مال
تسقط امريكا وكلا كلا امريكا. نعم. في الوقت هو خطوات اللي جاي ينتهجها ويطبقها على ارض الواقع هي خطوات امريكيه وتوصيات امريكيه. بعدها انت حالف مع الكاظمي اللي هو رجل امريكا الاول. فالصراع بدا يقترب ووصل مرحله متقدمه بين هذين القطبين اللي هو قطب مثل المالكي وايران، وايران والقطب الاخر هو قطب مقتدى والكاظمي المتمثل بالامريكان. نعم. الامريكان بطبيعه الحال قالوا له اتبع هذه الخطوات وقول كذا سوي كذا واحنا نضمن لك نجاحك ووصولك للسلطه. لكن يا هل ترى هذا الشيء ينجح لمقتدى؟ راح ينفذ هذا المخطط الامريكي؟ طيب هذا انت طرحت هذا السؤال، انا اريد اسالك. نعم. نظرا لتاريخ هذه الشخصيات او الاحزاب اللي تواجدت في هذه الحكومة التي ستشكل الآن واللي تقريبا تبينت ملامحها، من هذه الشخصيات الذي كان فعلا قد قدم خدمات وعمل من أجل العراق وشعب العراق؟ من هؤلاء الذين له تاريخ يشفع له ليجد دعم العراقيين للمرحلة القادمة؟ من هؤلاء حقق شيئا للعراقيين؟ أبداً أستاذ محمد، أي شخص من هذول الأشخاص اللي ذكرناهم سواء بمثل هذا القطب أو هذا القطب مثل ما قلت لك قطب مقتدى وقطب نور المالكي لم يقدم من 2003 إلى حتى هذه اللحظة أي شيء يذكر أو نلمسه على أرض الواقع من خدمات أو غيره أو من أمور تخص المواطن العراقي. مجرد شعارات وأكاذيب وتمثيليات يصعدون بها للسلطة ولمراكز القوة. نعم. مقتدى من 2003 لحد الآن هو مشترك بالحكومة. وكانت عنده وزارات سيادية ووزارات لها ثقلها ووزنها. نعم. ما شفنا خدمة من الناس. ما شفنا سوى أي شيء. فالمخطط واضح جدا. شخص متلاعب بعقول الناس، بعض الناس، الناس عرفت حقيقتهم والدليل أنه المشاركة بالانتخابات كانت ضعيفة جدا. نعم. فسابقتها اللي وصلت عادل عبد المهدي إلى هرم السلطة بالضبط. وبالتأكيد بالتأكيد أنا متأكد الجماعة ما راح يشكلون حكومة ولا راح يقدرون شيء، وحتى إذا شكلوا حكومة أستاذ محمد الخلافات موجودة والمشاكل راح تزيد. وقبل شوية يمكن سمعتوا أنه السفارة انقصفت هاي المرة 30 أو 40، يمكن تنقصف السفارة الأمريكية سفارات الإنذار دورت بالمنطقة الخضراء. طيب. لكن المستغرب ان احنا سكوت الامريكان حتى هذه اللحظه. يعني ابو محمد، هذا السؤال حقيقه طبعا يطرح كثيرا عن سكوت الامريكان، لكن ربما الاجابه تاتي بانه لو الامريكان فعلا ارادوا تصفيه هؤلاء لا قضوا عليهم كما قضوا على الارهابيين سليماني والمهندس. انا اشكرك يا ابو محمد من السماوه. لو كان المخطط الامريكي قاضي بالقضاء على وجود هؤلاء لتم تصفيتهم بليلة ظلماء كما قتل الإرهابي قاسم سليماني وكذلك الإرهابي الآخر أبو مهدي المهندس، وتم القضاء على رأسين كبيرين ضمن هذه الميليشيات. فلو أرادت أمريكا فعلا أو لو كانت هذه التحركات الميليشيوية تضر الأمريكان فعلا لتحركت أمريكا بشكل جاد، لكن يبدو أنه تبادل أدوار ولعبة حقيقة بينهم جميعا، والجميع يخدم بعض. هذه الميليشيات تخدم الوجود الأمريكي، والولايات المتحدة توفر الحماية لهؤلاء بشكل أو بآخر، هناك تعاون. يعني أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة، حياك الله. تحياتي أستاذ محمد لك ولجميع الأخوة. حياك الله. المشاهدين. نعم فعلا كما تفضلت، يعني أمريكا هي تتفرج على ما يدور في العراق لأن هذا يحقق أيضا مصلحتها، لا تريد لهذا البلد أن ينهض من جديد لأن تاريخه وكذلك في العصر الحديث كان له من يعني صدى في العالم إلى آخره. أما ما يتعلق بالبرلمان وهذه اللعبة السياسية، أخي كل عراقي أصيل لا يعترف بما أتى به الاحتلال والغزو بعد 2003. يعني لا توجد ديمقراطية في العالم
تحدد طائفة معينة يختار منها رئيس البرلمان سني، والنائب الثاني شيعي مو، والثالث كردي. يعني هذا ضحك على الذقون. أي ديمقراطية؟ وهذه عنصرية وهذه مذهبية. كذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذا، هذه يراد لبل يعني أن السيناريو يكون كما هو موجود في لبنان. لو نجح هذا السيناريو في لبنان لما شهدنا لبنان وصلت إلى كارثة، مع أنها كانت من الدول السياحية والثقافية وأمور كثيرة. صحيح. فهذا الأمر أخي يراد له يعني أن يستمر ويعاد في العراق. وكما تفضلت يعني هؤلاء الموجودين يعني من نقول من المجرم مقتدى الصدر الذي في رقبته دماء كثيرة. حتى في ثورة تشرين أيضا قتل الكثير من النجف والبغداد والناصرية. فأني كيف يعني يتصور أنه هذا الشخص الذي ليس له أي تاريخ وأي شيء علمي ولا سياسي ولا ثقافي أن يقود بلد كالعراق؟ يعني هذه مصيبة، مصيبة كبرى. طيب عندي سؤال لك يا أبو فاطمة. التحالف الاقتصادي العراقي كشف عن حجم الرواتب التي تحصلت عليها الرئاسات الثلاث في الموازنة الماضية. رئيس التحالف هو عدي العلوي، قال بأنه مجموع الرواتب التي حصلت عليها الرئاسات الثلاث العام الماضي تجاوزت 344 مليار دينار عراقي، أي تقريبا مليارين و300 ألف دولار أمريكي، يعني تقريبا أيضا نصف قيمة الرواتب أو ما تنفقه الدولة العراقية من مرتبات على جميع القطاعات الحكومية. هل يعقل أن هذه الرئاسات الثلاث تحصل على تقريبا نصف الرواتب التي توزع على قطاعات الدولة كافة ولم يشهد المواطن أو يشاهد أي إنجاز على أرض الواقع؟ نعم أخي، لأن هؤلاء لا يهمهم العراق أخي محمد، لا يهم العراق. هذا أتت بهم أمريكا يعني متقصدة لهؤلاء، ليست لهم غير على العراق وليست لهم يعني أي ولاء للعراق. لذلك عليه أن ينهب ويسرق إلى آخر لحظة هو موجود فيها في مركزه. المركز ليس أصبح مسؤولية بالنسبة لهم، وإنما هو يعني حصول على أكبر غنائم أخي الكريم. بل هم باعوا العراق أخي، أيهما أغلى، الرواتب من العراق؟ هم باعوا العراق بثمن بخس. فهذه الرواتب بالنسبة لهم لا شيء يعني يأخذون منها، وهي مقننة بالمناسبة، هي مقننة. لا يقول لك أنا هذا تم تخصيص يعني عادل عبد المهدي، لم يعني نسينا أنه كان لهم النثرية مليون بالشهر. فهذه كل أخي قننت ليتم سرقة العراق تحت غطاء القانون. ثم نتذكر كيف بول بريمر، المجرم بول بريمر، عندما أجلس هؤلاء مجموعة منهم وبدأ يناقشهم في قضية إدارة الدولة، قالوا له متى تعطينا راتب؟ ليس لأخي، هؤلاء ناس يعني مع الأسف الشديد ونهايتهم قريبة إن شاء الله. طيب. لأن الذي يعني ليس له يعني برنامج وليس له ولاء للعراق وليست له غير على العراق، هؤلاء يعني مجرد وقت أخي، مجرد وقت وانتهي هؤلاء جميعا. يعني والإضافة إلى الجرائم لا تذهب كما يقال لا تسقط بالتقادم. نعم نعم نعم، أحسن. أشكرك يا سيد أبو فاطمة من النجف، شكرا جزيلا. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لجلسة البرلمان عبارة عن مسرحية هزيلة ومسخرة حقيقة. يعني ضحك على عقول الأحزاب، مو عقول العراقيين. وإلا أنا أبارك كل عراقي ما طلع للانتخابات، لأنه إحنا من ما طلع للانتخابات هي هاي النتيجة مالتها، هاي النتيجة المهزلة والمسخرة والحيل والخداع. يجي بالشفن والاخر بالسكوته والتكتيك. الشفن هذه الشفن هذا مو برلمان، البرلمان هم اللي يعرفون شنو البرلمان. كان انت وحقه، انت ايش تترجى من ناس جايين
بهذا الملبس اللي هو هذه يلبسوه هذه بالحسينيات وبالأماكن طقوسهم، أما يجي البرلمان البرلمان يمثل بلد. سيد عبد الرزاق، هناك معلومة بخصوص الأكفان، هناك معلومة بخصوص الأكفان، يقال بأن هذه الأكفان كما فسر البعض أنها هناك معتقدات معينة عند الشيعة، وهي تأتي يعني كنوع من أنواع الرسالة التي يطبقها هؤلاء. لكن السؤال، إذا كانوا يتحدثون عن حكومة أغلبية وطنية، هل هذه الرسائل توجه إلى طائفة معينة، أم من المفترض أنه يأتي البرلماني مجرد من أي انتماءات، وبالتالي يأتي لخدمة العراق بكل أطيافه بكل مكوناته؟ لماذا بدأ البرلمان أو الجلسة الأولى بنفس طائفي بتوجيه رسائل لطائفة معينة؟ طيب ماذا عن بقية العراقيين؟ ألستم كما تقولون حكومة أغلبية وطنية، من المفترض أن تخدم جميع العراقيين؟ لماذا التوجه بهذا النفس الطائفي ونشر الميليشيات قبلها، والموضوع يعني بعيد كل البعد عن الوطنية والأغلبية؟ لأنه الحديث الآن عن مصطفى الكاظمي التوافقي سيكرر اختياره مرة أخرى، وهو شخصية توافقية يعني بين الأحزاب جميعا، والحلبوسي أيضا اختارته جهات موجودة ضمن الإطار التنسيقي وضمن التيار الصدري وضمن سنة العملية السياسية، يعني توافقات. شوف أستاذ محمد، هذه الخداع والحيل اللي اجوا بيها اللي مثلوها، هذه افرازات مرحله مرت في العراق، افرازات مرحله التسعينات اللي هي مرحله الحصار. نعم. الشعب العراقي استاذ محمد كان شعب صاحب فكر ووعي، يعني السبعينات والثمانينات، لكنه فتره الحصار المرحله افرزت ناس اللي انتجت هذه الشخوص اللي شفناها بالبرلمان. يعني انتجت ناس متعودين على الحيل والخداع، لانه بذيك الفتره بالفتره التسعينات الناس اغلبيتها اللي قاموا يعيش يعني بطرق غير قانونيه. فمن لبس الكفن من غير، لانه الاكفان يا استاذ محمد ما تبني اوطان، والستوتات والتكتكات هذه ما تبني بيوتات، فهذه تبني دولة أثروا عن الحقل الضحل مالتهم، بأنه هم بهذا التصرف مالتهم وبهذا التصرف مالتهم يضحكون على الشعب العراقي. فشفناهم واحد جاي بستوتة، واحد جاي بشسمة بشفن، وتمنينا الغربية يجون بالصينية بيمية والموصل بالصينية مال كرزات، لأنه للأسف الشديد هو هذا الحق للرحل للأحزاب. يتوقعون بأنه الشعب العراقي شعب غير واعي، لا بالعكس، الشعب العراقي يعرف كل الزين بأنه هذه الأحزاب هي أحزاب غير وطنية، لأنه الإنسان الوطني الإنسان اللي يحمل الفكر ما يجي بهذه الفكرة اللي هي صراحة يعني أنقت انطباع غير جيد عن العراق والشعب العراق. هذا الشعب أنا دائما صراحة يا أستاذ محمد أفتخر أفتخر بتاريخ بلدي، لكنهم من وصلة الحالة الهيك ناس يسخرون من تاريخ العراق، فهذا الشيء مؤلم ويحز بنفس كل عراقي، لأنه هذه الطبقة ما راح تبني. طيب. هذا راح تدمر، وأنا أقول لك يعني السنوات الجاية مزيد من الدمار، مزيد من الدماء. نعم. لأنه دول اللبسة اللي تشوفها مالتهم هذه تمثل على إماتة الحياة، هم أعداء الحياة دول. وصلت الرسالة يا سيد عبد الرزاق من باب الأشكرك، شكرا جزيلا. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث عن جزئيات أخرى ضمن هذه الحلقة، تتحدث عن تصعيد اللغة الطائفية والتهديدات من قبل ما يعرف بالإطار التنسيقي وزعامات ميليشياوية في حال لن تحصل أو لم تحصل على ما تريد ضمن هذه الحكومة. وسنتحدث أيضا عن نقطة أخرى مرتبطة بإحالة البرلمانيين السابقين إلى التقاعد، نتحدث عن هذه الأمور بعد قليل. Yeah.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما قلنا لحضراتكم بإمكانكم أن تشاركوا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب، وبإمكانكم إرسال الرسائل فقط عن طريق الواتس أب وسنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. بعد هذه الأحداث التي جرت داخل البرلمان واختيار رئيس البرلمان من قبل النواب، بدأت اللغة الطائفية والتهديدات ومحاولة إثارة الفتن والصراعات الطائفية داخل العراق، مرة عن طريق عالية نصيف النائبة في البرلمان وكذلك قيادية أو موجودة هي ضمن ائتلاف دولة القانون عضوة، وأيضا هناك المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي العسكري هدد مما وصفها بأيام عصيبة ستمر على العراق عقب ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان. قال العسكري أن المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية تشير إلى أن أياما عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرا. وطبعا الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات أكد أنه لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى للبرلمان، وأن ما حصل ينذر بذهاب العراق نحو المجهول. لماذا دائما تثير هذه الميليشيات وهذه الأحزاب اللغة والتصعيد الطائفي ومحاولة إعادة العراقيين إلى الاقتتال الداخلي، ومحاولة دائما إثارة الفتن ومحاولة تشظية هذا الشعب، وهم يقولون نحن جئنا لحكم عراق يجمع الجميع، عراق للجميع، عراق بلا فساد، بلا ميليشيات، عراق قانون. هم يدعون هذا الكلام، لكن أين التطبيق على أرض الواقع وهي كلها عبارة عن خطابات وتصعيد طائفي ولغة مليئة بالتهديدات المبطنة لطوائف معينة، لمكونات معينة من الشعب العراقي؟ لغة يعني أبو علي العسكري يتحدث في منشوراته بلغة طائفية مقيتة إلى حد كبير جدا، وبالتالي لماذا يستمر هؤلاء بلغة التصعيد عندما يخسرون وعندما لا يحصلون على ما يريدون؟ سلام من بغداد، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد ومتابعي قناتكم الكريم، حياك الله. إذا تسمح لي أستاذ محمد، يعني إذا لاحظ في هذه الانتخابات، أولا كانت المقاطعة كبيرة، ثانيا من حيث عزوك الجمهور بالمشاركة، والشيء الثاني أن كل الطبقة السياسية يعني خسرت بعض جمهورها. لكن بنسب متفاوتة، ولكن أكثر الخاسرين هي الأحزاب اللي كانت تعتاج على الشعارات وعلى الشعارات الطائفية بالذات والتخندق الطائفي والمذهب. هذه الأحزاب خسرت لسببين. السبب الأول هو جمهورها اللي كشف حقيقتها، جمهورها الخدع، كثير من الجماهير قدمت الدماء في سبيل هذه الشعارات، لكنه أساسها وقادتها استغلوها استغلال سياسي من أجل الوصول إلى المناصب وإلى القيادات. هذه القيادات خسرت لأنه جمهورها أولا كشفها وخسر تأييدها، خسرت تأييدها. والشيء الثاني أيضا الوضع الدولي كله الآن أيضا صار ضده توجهات. الوضع الدولي بصورة عامة يدعو إلى التهدئة، يدعو إذا لاحظ إحنا ما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي تركيا وفي الجزيرة العربية كلها، يعني الوضع يدعو إلى أنه الابتعاد عن هذا التخندق الطائفي والبدء ببداية جديدة. سنين الحروب الأهلية اللي صارت في العراق وفي سوريا وفي ليبيا يجب أن تنتهي. إحنا الآن نتحدث عن العراق، العراق الآن هذه المرحلة أيضا يجب أن تطوى بطريقة أو بأخرى. مرحلة الشعارات والتخندق وحماية المذهب وحماية القومية لم يعد ينطلي على هذا الشعب. الشعب الآن يعني للأسف شديد يعيش أقصى حالات، هناك تمزق اجتماعي، هناك يعني من اللي أوصل المجتمع العراقي إلى هاي النقطة؟ هذه الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 لم يكن لديها برنامج سياسي ولم يكن لديها انتماء وطني حقيقي، صار انتماءهم كله للمذهب وللقومية وكل من يدعي أنه هو حاميهم. هذا التخندق صار بعيدا نسوا شيء اسمه العراق للأسف، ولهذا صار كل من يبحث عن مصالحه الشخصية. أخذ ناس تطرفت في هذا الانتماء وتطرفت لحد القتل والسرقة، هؤلاء أكثر الخاسرين وهؤلاء أكثر المنبوذين، وإن شاء الله سينالون يعني جزاهم العادل في محاكمة عادلة من إذا في يوم من الأيام جاءت سلطة عادلة إن شاء الله. هو هذا السؤال، هل هذه السلطة التي جاءت الآن
هل تعتقد بأنها سلطة فيها مواصفات العدالة والوطنية؟ لا أكيد، بالتأكيد لا. ربما تغيرت بعض الوجوه ويجب أن تتغير بعض الوجوه. ما معقولة 20 سنة نبقى نفس رؤساء الكتل موجودين ونفس الخطاب القومي والمذهب ما زال موجود، والعالم كله بيتطور ما بيننا. أكيد لازم تتغير، لكنه للأسف ما تغيرت الصورة اللي إحنا نطمح لها. سيد سلام، اللي جاءوا بالتوك توك، اللي يضحكون على العراقيين، اللي يحاولون، وطبعا للعلم هذه الأحزاب لو فعلا رأت بأن هناك وطنيون شرفاء جاءوا إلى البرلمان بالتوك توك لسلطت عليهم الأجهزة الأمنية والميليشيات لاعتقالهم وقتلهم وتغيبهم، لكن من جاء إلى هذا البرلمان جاء برضا هذه الأحزاب، بل بدعم هذه الأحزاب، علاء الركابي ومن لف لفه من هؤلاء المتسلقين، هؤلاء الذين ادعوا تمثيل ثورة تشرين وادعوا تمثيل ألف أو أكثر من ألف شهيد وأكثر من 30,000 جريح، الذين يقولون بأنه نحن ممثلو ثورة تشرين، من الذي اختارهم وكيف يريدون أن يقنعوا الشعب العراقي بأنهم يمثلون ثورة تشرين، ثورة المبادئ، عندما يأتي بتوك توك ويطلع بجكسارة؟ وجهة نظر أغلب التشرينين اللي كانوا مشاركين واللي كانوا حتى مؤيدين ومساندين لهذا الثورة اللي صارت 55 وما زالت مستمرة لم يشاركوا في هذه الانتخابات، ولأنه لم تكن هناك شروط الانتخابات الصحيحة من البيئة الآمنة وقانون الأحزاب الحقيقي واستغلال النفوذ واستغلال السلطة والثروات، هاي كلها كانت موجودة. لذلك الكثير منهم عزف عن المشاركة وعزف عن الترشيح وعزف عن تأييد هذه العملية الانتخابية. هناك قليل جدا من هؤلاء شاركوا بالانتخابات. الجمهور اكو جزء كبير، يعني بعض الجمهور ما يعرف الحقيقه، فكان يبحث عن اي شخص. جزء من عندهم استغل الفراغ السياسي اللي موجود، ماكو احد تشريني مرشح، ماكو احد تشريني حقيقي مرشح، فحصلوا بعض الاصوات ووصلوا جزء من عندهم للانتخابات. بس هل هم يمثلون ثوره تشرين؟ احنا رؤيتنا هي رؤيه، انا كشخص يعني ما مؤمن بكل هذه الطبقه السياسيه، ويجب يعني ان نبدا بعقد جديد. انا سؤالي محدد سيد سلام، هل هؤلاء الذين دخلوا الى البرلمان بحجه انهم ممثلو ثوره تشرين، هل هؤلاء يمثلون ثوره تشرين؟ لا احد يمثل ثوره تشرين. ثوره تشرين حقيقه الامر شارك فيها طيف واسع جدا، شارك فيها طلاب وشباب وفلاحين وعمال وكسبه، وبعض منهم توجهاته مدنية، بعض منهم توجهات قومية، بعض منهم توجهات أمي كان، لكنه انتماء الوطني وأكثر وصل ثقافة من الوعي راح يشارك في هذه الثورة. طيب. كان الطيف واسع جدا، لا يمكن أنه 10 أو 20 واحد يمثلون هذه الثورة. لا، وحتى لو حتى لو حتى لو وارد إنه تخرج من الثورات قيادات تمثلها، لكن السؤال من الذي اختار هؤلاء؟ هذا الركابي وغيره اللي طلعوا بين يوم وليلة، من اللي يختارهم؟ من اللي ذهب لاختيار هؤلاء بانتخابات نزيهة؟ يعني ناس كثيرة منتمية إلى ثورة تشرين ليس فقط على الأرض فكريا، لكن لم تختار هؤلاء ولا تختار هكذا نماذج. حقيقة الآن أيضا واحد من ما يسمى بالانتشار اللي إحنا نفتخر ونتشرف إنه ساهمنا في هذه الخطابة، لكنه ما شاركنا وما رشحنا أحد، ما دعمنا مرشح معين للثورة للدخول بالانتخابات. لكنه ما نقدر نسقط كل الناس، لكن إحنا رؤيتنا بأنه هذه العملية يعني لن توجد التغيير حتى لو بعملية قيصرية عقيمة. طيب، شكرا يا سلام من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكرة. نكرر ونؤكد أن الشروط الأساسية التي وضعت في ثورة تشرين أو من قبل الثوار من قبل المتظاهرين هي إسقاط النظام بالكامل، حل البرلمان، إيقاف العمل بالدستور، وإجراء انتخابات بعيدة عن هذه الأحزاب، ليس في تواجد هذه الأحزاب، انتخابات لا توجد فيها أي من هذه الشخصيات التي حكمت العراق طيلة السنوات الماضية، التي شاركت في الحكومات السابقة، التي تنتمي إلى الأحزاب، التي لديها انتماءات أخرى. هذه الشروط التي وضعت لكي
يخرج المرشحون من تشرين ومن غير تشرين لكي يشاركوا في الانتخابات، هذه الشروط. لكن عندما نشاهد هذه النماذج فهي أولا مخالفة لشروط الثورة، أولا، ثانيا وضعت يدها بيد من قام بقتل المتظاهرين. عندما تتحالف وعندما تشارك في حكومة فيها المتهمون بقتل المتظاهرين، هي إذن جزء وموافقة على التواجد ضمن مجموعة من القتلة اللصوص الذين سفكوا دماء الأبرياء الذين خرجوا للمطالبة بحق مشروع. هناك جزئية أخرى نتحدث عنها، البرلمان السابق الذي في عهده حدثت الثورة وفي عهده سفكت الدماء وفي عهده لم تشرع قوانين لمحاربة الميليشيات لملاحقتها للقضاء على الفساد لإصلاح هذه الدولة، النواب الذين كانوا في البرلمان السابق أحيلوا بمرسوم جمهوري من برهم صالح إلى التقاعد، أحيلوا إلى التقاعد، سيحصلون على 80% من الراتب الأصلي الذين كانوا يتحصلون عليه أثناء فترة خدمتهم، 80% من قيمة راتبهم. كم يتحصل النائب البرلماني؟ احسبوا أنتم كم دورة برلمانية مضت، هذه كانت الماضية، كانت الرابعة، والنواب الذين كانوا فيها مجموعة من نواب سابقين يحصلون لغاية الآن على رواتب تقاعدية، وهناك موظفون عراقيون خدموا الدولة العراقية سنوات وصلت إلى 14 سنة لم يحصلوا ولن يحصلوا على راتب تقاعدي بحسب القانون الذي يقول يجب عليك أن تتم 15 عاما لكي تحصل على راتب تقاعدي. هل هذا عدل وهل هذه عدالة في هذا البلد؟ معنا أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير للعراق والعراقيين. أستاذ محمد، إذا نتكلم عن التقاعد بالقانون التقاعدي العراقي، أن الموظف إذا أتم 15 سنة ويطلع تقاعد فكل 5 سنوات تزيد 5%، يعني 55% بالبداية وبعدين يصعد، كل 5 سنوات تزيد 5%. هذا القوانين شرعت للبرلمان العراقي، هي قوانين شرعت هم شرعوها لأنفسهم، سواء التقاعد أو استمرار الجواز الدبلوماسي بحوزتهم. نعم. هذه كل خلينا يعني جدلا نقول أنهم اللي دخلوا للانتخابات وفازوا كمستقلين أنهم من ثوار تشرين، لكن 50 مقابل تقريبا حوالي أكثر من 280 شخص. نعم. ما راح يسوون شيء إلا أنهم أساسا يظلون يعني معارض، وهذا المعارض طبعا ما تفهمها الأحزاب السياسية العراقية أبد ما عنده. واللي جاي يصير اليوم، اللي صار اليوم في بغداد، واللي جاء صار في جلسة المهزلة يوم 9/1، اتضح أنه أساسا هم ما يعرفون، يعني لو العبد أخذ بالملعب مالك معارضة أنا ما أصير معارض، لأنهم أساسا مو سياسيين، هم ناس يمتهنون السياسة بس. لأن لو السياسي المضبوط أنت ما فزت، أنت تطالب يعني كراسي برلمانية أو كراسي بالحكومة ليش؟ ثانيا يعني أنا سؤالي موجه للصدر، للحلبوسي وللحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني. يعني أنتم 18 سنة شنو سويتوا حتى ترجعون مرة ثانية تحكمون بعد؟ زين، هل حاسبت الوزراء السابق؟ هل أكو وزير تحاسب؟ يعني من الوزراء أكو حكومة من إجت إجي حاسبناها، تعالوا أنتم البرنامج الحكومي شنو نهايته وإيش قد أنجزتوا من عنده؟ هذا ما راح يصير. حتى من يصرح اليوم مقتدى الصدر يقول حكومة أغلبية أغلبية وطنية، نفس الشيء. وأنت أساسا أكو أحد راح يحاكمك من ما تريد تكمل برنامجك الانتخابي أو البرنامج الحكومي اللي راح تخليه؟ الحلبوسي أنت يعني 4 سنوات وصلت رئيس مجلس نواب جديد، واليوم وقفوهم إيقاف مؤقت، شنو اللي حققته بال4 سنوات؟ شنو القوانين اللي فرضت الحكومة أرسلتها وأنت منعتها لا تنفذ؟ نعم. اللي هي ضد الشعب، مثل ارتفاع سعر انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار. نعم. التشغيل، الوظائف، وين اللجنة التحقيقية اللي كتلوا تشرين 1700 شهيد؟ اللجنة التحقيقية شنو صار؟ أنت كبرلماني شنو دورك حتى ينتخب مرة ثانية؟ احنا لا. نفس الشريط الاستاذ محمد قاعد يرجع مره ثانيه، ينعاد من اول وجديد. ماكو فهم سياسي بالعراق. سيد ابو علي، شنو تعليقك بخصوص اللغه التصعيديه الطائفيه المثيره للفتن اللي دا تستخدمها الان شخصيات ميليشياويه وشخصيات تنتمي الى الاحزاب
يعني عاليا صيف ايضا تطلع في احدى القنوات الميليشياويه تهدد وتصعد. ابو علي العسكري قيادي ميليشياوي في حزب الله، المسؤول الامني في ميليشيا حزب الله، يتحدث عن المصير المجهول. الاطار التنسيقي او ما يعرف بهذا الاطار يتحدثون عن انجرار العراق الى مستقبل مظلم مجهول. طيب هذه اللغه التصعيديه لماذا تطلق الان؟ ولماذا تستخدم بها او يستخدم بها الاسلوب الطائفي؟ كان الحديث موجه الى طائفه معينه، وهناك محاوله لشيطنه الميليشيات او لشيطنه الشعب ضد بعضه. شوف استاذ محمد، احنا بالعراق هذا معروف يعني حقيقه، اليد الطوله اليوم للميليشيات ومقتدى الصدر، يعني عند الشيعه فقط. الشيعه اليوم انقسموا اثنين، مقتدى يريد يعيش بوحده، والاطار التنسيقي كلهم انجمعوا وصاروا إيران اليوم جيتي تفرض رأيها، لأن غاب العقل المدبر اللي هو قاسم سليماني ما موجود اليوم، فما يقدر إيران ما تقدر تسيطر على 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 ذيولها حشاكم. فلذلك اليوم هم ما عندهم شيء يعني غير الفهم الطائفي فقط لا أكثر ولا أقل. يعني عاليا صيف من تقول السنة من كلهم وقفوا والأكراد كلهم وقفوا، طبعا الأحزاب إحنا ما يمثلون لا سنة ولا أكراد، وإنما يمثلون أنفسهم، من وقفوا مع الصدر وتركوا الإطار التنسيقي يعني راح يصير هناك حمام دم. طيب على شنو حمام دم؟ ليش؟ لان هم ما عندهم يعني هم اساسا يعني خالين الوفاق من السياسه. طيب انتم خلاص ما عاجبكم شيء صيروا معارضه. هم استاذ محمد يعني معنى خروجهم من الحكومه لاربع سنوات هذه يعني حشاك انت حش السامع سقوطهم نهائيا، يعني طيب. الان ممكن ترى بس المالكي هو اللي برز بيهم، قدر يزور والى سيد ابو علي اني اكتفي حضرتك بهذا القدر واشكرك شكرا جزيلا لان وقت الحلقه انتهى. مشاهدينا الكرام أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.